السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا فطائر جدا هشة بحشوة بسيطة جدا وكتجي لذيذة. وقبل ما نبداو الوصفة ديالنا، حبيت نعرفكم على هذا التطبيق الرائع والمميز، حلويات أمينو، اللي كيحتوي على عدة وصفات متنوعة، حلويات، معسلات، عصائر، ووجبات سهلة وسريعة بالصور والمراحل وكذلك بالفيديو، كما يحتوي على دردشات عامة مع الأعضاء. وهذا هو البروفايل الخاص على التطبيق، وبإمكان أي شخص منكم إنشاء بروفايله الخاص به والانضمام لباقي الأعضاء. وغادي نخلي لكم رابط هذا التطبيق أسفل الفيديو في خانة الوصف. وندوز الآن للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو نصف كيلوغرام من الدقيق أو الفارينة، الدقيق الأبيض، بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ممكن أيضا تستعملوا الخميرة المعجونة، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة كبيرة من المايونيز، والماء الدافئ لجمع المكونات. إذا غادي نستعملوا هذه الوصفة بدون حليب. غادي ندوزوا على بركة الله لمراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. هنايا غادي ناخذ الدقيق، غادي نضيف ليه الملح، الخميرة، السكر، يعني كنضيفوا المواد الجافة. غادي نحركوا هاد العناصر مع بعض. من بعد كنضيفوا بيضة، بسم الله، من بعد غادي نضيفوا ملعقة من المايونيز، كيعطينا واحد العجينة اللي كتكون جد جد هشة. ملعقة تكون كبيرة جدا، صراحة كيعطي واحد النتيجة رائعة في الفطائر. غادي نحركو، وغادي نضيف كذلك ملعقة كبيرة من الزبدة. من بعد غادي نضيفو الزبدة، بسم الله، وكنجمعو هاد المكونات جيدا، يعني كنبسبسو هاديك الزبدة مع العناصر الاخرى. من بعد غادي نجمعوا المكونات بالماء الدافئ، بسم الله، من بعد ما تكونت عندنا عجينه متماسكه غادي نغطيوها الان بلاستيك غذائي. بالنسبه للعجينه فلا تحتاج للدلك، وغادي نخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. الان الجو ساخن فكتختمر بسرعه. بعد ما اختمرت لينا العجينه غادي نزولوا منها الهواء، نستخرجوا الهواء. هنايا يستحسن انكم في انتظار ان العجينه تختمر غادي تحضروا الحشوه. بالنسبة للحشوة غادي نستعمل حشوة بسيطة جدا وكتجي لذيذة في نفس الوقت. اللي غادي نستعمل فيها هنايا البصل، طماطم، هنا استعمل 3 حبات من البصل اللي قطعتهم الى قطع صغيرة، كذلك الطماطم غادي نستعمل 3، وهنايا غادي نستعمل الفلفل اللي غادي نشويه فوق النار. في مقلاة على النار غادي نوضع زيت الزيتون او لا زيت المائدة، مهم اللي حبيتو. بالنسبة للتوابل طبعا غادي نستعمل الملح، بسم الله، الفلفل الأسود، الإبزار. هنايا في نفس الوقت وضعت الفلفل فوق النار باش غادي نشويوه هكا، كنبقاو نقلبو فيه، يعني كنقلبوه بهذا العود ديالو حتى غادي تشوى لينا، بسم الله،
كنحركوا هاد البصل وغادي نخليه حتى كيدبل. طبعا بالنسبه غادي نحتاجوا القزبر والبقدونس ضروري، القزبر والمعدنوس غادي نستعملوهم لاحقا في انتظار ان البصل يولي جاهز. غادي نمروا نقطعوا الطماطم الى قطع. اذا على بركه الله هنايا بالنسبه للطماطم الى لاحظتوا ان البذور ديالها خضراء فغادي نزولوهم. من بعد كنقطعوها هاد الى مربعات صغيره باش كدوب لينا ما كتبانش لينا من بعد في الحشوه. اذا هنايا من بعد ما كتشوى لينا الفلفل كنوضعوه في البلاستيك غذائي باش كتزول لينا القشره بكل سهوله. وغادي نعملو نفس الشيء الفلفل المتبقي، كنخليه حتى كيبرد هكا كتزول ليه القشره بكل سهوله. من بعد على بركه الله كنضيفو الطماطم وغادي نخليوها مع هذا البصل حتى كتدبل جيدا. وغادي نوضع عليها غطاء وغادي نخليوها حتى كتنزل باش يرجع ليها البخار ديالها وكتنزل لينا بسرعه. اذا كما شفتوا معايا هنايا قطعت القزبر والبقدونس، الان غادي نمر الفلفل بعد ما زولت منه القشره جيدا وغسلته بالقليل من الماء، ممكن ما تغسلوهش الا حبيتو. غادي نقطعو الان الى مربعات، طبعا غادي نزولو هاد البذور البيضاء. بسم الله، من بعد هنايا ما كتدبل لينا البصل مع الطماطم كما شفتوا معايا كتولي بهذا الشكل. غادي نضيف الان الفلفل، غادي نضيف القزبر والبقدونس، وغادي نخلي الكل فوق النار. من بعد ما جهزت لنا الحشوه كنرجعوا للعجينه ديالنا. انا هنايا غادي نقسمها الى نصفان، ممكن تلقوها دفعه واحده باش كتنقصوا عليكم وقت التحضير. من بعد ما طلقنا العجينه غادي ناخذوا اي اداه متوفره عندنا. انا غادي نستعمل هاد الانيه زلافه اولا انيه شوربه، يعني الحجم كيبقى حسب الرغبه، لكن بالنسبه لهذا الحجم فكيجي حجم مناسب. غادي نقطع دوائر، وبالنسبه للعجينه المتبقيه غادي نجمعها مره اخرى وغادي نغطيها ببلاستيك غذائي وغادي نطلقها بنفس الطريقه. من بعد هنايا كنجيبو غطاء القاروره، اي قاروره متوفره عندكم، قاروره الماء اولا قاروره المشروب الغازي، وكنعملو ثقوب في العجينه في الدائره، كنعملوهم على هذا الشكل حسب حجم الدائره اللي عملتو. طبعا كنعملو واحده فيها ثقوب وواحده اخرى كنخليوها كما هي اللي غادي نوضعوها في الاسفل. اذا كنعملو نفس الطريقه. من بعد كناخدو الجبن، الجبن الاحمر ولا جبن البيتزا، غادي نوضعوه في الاسفل في الجبن كيعطينا لذه لهاد الفطائر. طبعا الا حبيتو ما تستعملوش كيبقى لكم الاختيار، ولكن يستحسن انكم تستعملوه. من بعد كنجيبو كميه من الحشوه اللي سبق لنا حضرناها بعد ما كتبرد جيدا، ما نوضعوهاش وهي ساخنه. كنحاولو اننا نوزعو هاد الحشوه على كامل الجوانب باش كتجينا ظاهرة في الثقوب اللي عملناها بغطاء القارورة. اذا وهذه كما كتشوفوا معايا كناخدو الماء كنوضعوه على الجانب هكا. الماء اولا بياض البيض كيساعد ان
هاد الفطائر التصقوا مع بعض. انا غنستعمل الماء وغادي نلصق العجينه مع الاخرى بهذا الشكل، كنضغطوا عليها فكتلتصق جيدا، افضل من الا ما استعملناش الماء. ونفس الشيء غادي ناخذوا شوكه وغادي نضغطوا عليهم من الجوانب. غادي نستعمل هنايا بيضه كامله وغادي نخفقها جيدا، الا حبيتو تستعملوا فقط الصفار كيبقى لكم الاختيار. وبعد ما وضعنا الفطائر ديالنا في صفيحه الفرن اللي كرشوها بالدقيق باش ما يلتصقوش، ممكن انكم تدهنوها بالزيت. غادي ندهنوا فقط العجينه جيدا بالبيضه اللي سبق لنا خفقناها، من بعد غادي ندخلوهم للفرن ساخن من قبل. انا غادي نعمل هنايا 200 درجه. غادي نعمل في الاول النار من الاسفل حتى كيتحمروا وينتفخوا، من بعد غادي نعملوا النار من الاعلى باش يتحمروا لينا كذلك من الفوق. بالنسبه للنار فغادي تعملوا 180 او 200 درجه مئويه حسب الفرن، والا استعملتوا فرن غازي فغادي تستعملوا درجه حراره منخفضه. اذا متابعينا، هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، الشكل جديد ومبتكر. نتمنى تعجبكم فكرة اليوم، نحاولوا اننا نغيروا على الروتين ونخلقوا اشياء جديدة او اشكال جديدة باشياء بسيطة. كما شفتوا معايا في العجينة كتجي هشة جدا والمذاق كيجي لذيذ ومكونات جدا بسيطة. الى عجبتكم الوصفة فخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة فاشتركوا ليصل لكم كل جديد. إلى فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.